تزايدت موجات الاحتجاج الشعبي للتنديد بخارطة ولد الشيخ، ومحذرة من مساعي شرعنة انقلاب ميليشيا المخلوع صالح والحوثي، ومطالبة في الوقت ذاته بتطبيق القرارات الدولية. ففي محافظة تعز الأكثر تضررا من حرب ميليشيا المخلوع صالح والحوثي، شهدت أمس الجمعة ولليوم الثاني على التوالي احتجاجات شعبية مؤيدة للرئيس هادي ورافضة لخارطة ولد الشيخ التي تمثل بحسب المتظاهرين عملية إنقاذ للإنقلابيين ومكافأة لهم على حساب معاقبة الشعب اليمني وإتاحة اليمن للنفوذ الإيراني ومشروع طهران الهادف لتدمير دول المنطقة. وأكدت التحركات الشعبية ومواقف التكتلات السياسية والحقوقية والفعاليات الشعبية في كافة محافظات اليمن على التمسك بمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 22/16 لتحقيق سلام دائم وشامل في البلاد. الاحتجاجات الشعبية أكدت أن أي تسوية لا تستند إلى تلك المرجعيات لا يمكن أن تحقق سلاما دائما وشاملا في اليمن ينهي معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في البلاد. وأكد المحتجون أن مسألة القرار الأممي 22/16 ضرورة ملحة لإيقاف الجرائم الانقلابية ضد الإنسانية والحد من انتشار فوضى الميليشيات، وقالوا إن على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن وللمنطقة. وطالبت الاحتجاجات دول التحالف والحكومة الشرعية باتخاذ مواقف صارمة، وذلك عبر تنفيذ وتطبيق بنود القرار 22/16 أو الحسم العسكري. وأكدت أن تحركات المجتمع الدولي تأتي والميليشيا الإنقلابية تتلقى هزائم ساحقة، ما يشير بكل وضوح إلى تدخلات الأمم المتحدة الهادفة دوما لمنع انهيار الإنقلابيين وإعادة فرضهم رغما عن إرادة الشعب اليمني، وهو أمر يستحيل نجاحه بحسب التظاهرات المطالبة بالقضاء عسكريا على الإنقلاب وعلى كل مظاهره.